السلام عليكم اخواني، الله يعطيكم العافيه. معكم الاستاذ محمد اللحام من معهد دار العلوم. اليوم راح نكمل مع بعض بالمحاضرة الثالثه من ماده تطبيقات حاسوبيه 2 برنامج الامان. طبعا تحدثنا بالمحاضرات السابقه عن بعض خصائص برنامج الامان. هلا راح افتح برنامج الامان لكن بصيغه نسخه تجريبيه. طبعا برنامج الامان له دنجل او فلاشه لحتى يقدر يشتغل النسخة النظامية بكافة الصلاحيات، لكن لما أنا ما أكون حاط الفلاشة فبالتالي بيطلع عندي كنسخة عرض. نسخة عرض كمان طبعا بيقدر يشتغل بعض العمليات عليها. مجرد أنا ما اشتغل بعض العمليات عليها بيصل لحد معين، تقريبا 50 60 عملية، فالبرنامج بيعلق، ما بيتقبل عمليات جديدة. طبعا عمليات بيع، عمليات شراء، صرف، قبض إلى آخره. فأنا بهالطريقة هاي بدي بلش كمل بالمحاضرة. بهالمحاضرة هاي شو بدأنا فيه، ما بدأنا به المحاضرات السابقة. طبعا مثل ما شفتوا بالنسبة للمحاضرات السابقة وصلنا لعند فواتير المشتريات، فواتير المشتريات، فواتير مردودات المشتريات اللي هي عكس فواتير المشتريات. طبعا أنا بس دبل كليك أخذ لقاعات البيانات اللي سويتها أنا المرة الماضية، فتح اخذ نسخه احتياطيه. دائما لما بيفتح بياخذ نسخه احتياطيه، بيفتح قاعده البيانات وبياخذ نسخه احتياطيه الى مجلد سي، موجود حاطه انا بالسي لمجلد ليكو 23. طيب راح شغل برنامج كالعاده، برنامج الفهرسه او برنامج التدقيق. بكفي مثل ما حكينا سابقا انه نفتح برنامج التدقيق مره بالنهار مره باليوم، فبالتالي نفتح برنامج التدقيق. راح استنى دقيقة. طبعا برنامج التدقيق بسرعة برنامج الأمان بتوقف على مواصفات الحاسوب الموجود عندك. إذا كان مواصفاته عالية راح تلاقي إنه راح يخلص بسرعة أكبر من هيك. أنا راح أكتب حمل كلوز. هل تريد الإنتهاء من برنامج الإصلاح؟ نعم. فبالتالي ما لي حاطط كلمة سر على المستخدم الأول أو الثاني أو نفس الشيء. أنا عندي مستخدم الأول عم اشتغل، المستخدم الأول أو الثاني نفس الشيء. ف لاحظوا القوائم كلها تفعلت لما فت على قاعده البيانات. طيب نحن عندنا بعد فواتير المشتريات، عندنا فواتير المبيعات عفوا، اخذنا فواتير المشتريات. طبعا فواتير المبيعات خاصه بالزبائن، فواتير المشتريات خاصه بالموردين. انا اذا اشتريت من مورد بستخدم له فاتوره مشتريات، انا اذا بعت لزبون بستخدم له فاتوره مبيعات. فاتوره مبيعات نعمل مراجعه سريعه لهم. طبعا انا اول ما افتح قائمه الفاتوره او فاتوره المبيعات فطلع لي بالشكل التالي. طبعا انا هون عندي هون مجلد المبيعات اللي تبع له المبيعات. احيانا بيكون عندي انا في شيء اسمه مبيعات مواد اوليه او مشتريات. خلينا هيك نسكر فواتير المبيعات لتكون الصوره اوضح ونفوت على فواتير المشتريات. فواتير المشتريات قد يكون انه عندي انا مشتريات مواد تامه، قد يكون مشتريات مواد اوليه مثل ما شفتوا بالمحاضره الماضيه. فانا عن طريق اني انا افرز مجلد للمواد التامه ومجلد للمشتريات المواد الاوليه، فبالتالي انا لما اجي ارحل، الترحيلات كلها مشتريات مواد تامه، لاحظوا انا عرفتها انا رحل اياها كلها ل 300 لمجلد رقم 341 راح ينسها بميزان المراجعه. المشتريات المواد الاوليه بتطلع رحل اياها ل حساب رقم 344 هي اجمالي مشتريات مواد اوليه، فبالتالي انا الغرض من ذلك اني انا اعرف حالي شو اشتريت مواد اوليه وشو اشتريت مواد تامه الصنعه. هلا قد يكون احيانا انا كشركه لنفرض انه شركه البسه، ممكن اشتري بعض الالبسه من معرض معين او مكان معين او موارد معين بغرض اني رد بيعها بربح، باني احط فوق ربح صغير وبيعها. غير نشاطي الرئيسي، نشاطي الرئيسي هي انا منتج صح للالبسه، لكن انا عندي في خط معين كمثال بالتالي انا خط معين عم بتبعه، في عندي بعض النماذج او بعض الموديلات ناقصه فممكن اشتريها من برا واقوم بعمليه اعاده بيعها. فبالتالي بعمل لها مصنف لحال او مجلد لحال مشان يرحل لي كل الشغلات اللي اشتريتها لبرا ويفرجيني قديش انا اجمالي البضاعه الجاهزه يلي اشتريتها. اما بالنسبه للمواد الاوليه، طبعا هي المواد الاوليه يلي
عم بشتريها، فهي عم بشتريها لحتى اما المواد الاوليه اللي بشتريها هي المواد اللي بشتريها بالحاله الطبيعيه لحتى اقدر امارس نشاطي الرئيسي هو صناعه الالبسه. طيب بعد ما عرفنا، بعد ما اشترينا، بعد ما جمعنا، بدنا نبيع. طبعا بدنا نبيع للزبائن، بدنا نبيع للزبائن، ففوت على فاتوره مبيع. فاتوره مبيع طبعا بالحاله الطبيعيه ان انا ببيع مواد اوليه، مواد تامه الصنع، فبالتالي انا هون ما حاعرف او ما حضيف مجلد جديد، مجلد ثاني. ليش؟ لان عم بيع بضاعه تامه الصنع. طب انا قبل ما ابيع بضاعه تامه الصنع، انا لازم اعرف دائما 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 لازم اعرف البضاعه يلي صنعتها. يعني انا عندي بضاعه تم تصنيعها او تم دخول تدخيلها للمستودع، او صارت عندي موجوده للمستودع. يعني انا عم دخل مواد اوليه، عم دخل مواد اوليه، عم دخل مواد اوليه، عم دخل مواد اوليه، فبالتالي هي لازم تطلع مواد تامه الصنع. مواد تامه الصنع هي طبعا هي معالجتها بتتم بطريقتين، اما عن طريق فواتير ادخال واخراج مواد اوليه، يعني ندخل مواد اوليه بعدين بخرج مواد اوليه بتطلع عندي مواد تامه الصنع، عفوا ندخل مواد اوليه بتخرج عندي مواد تامه الصنع، او بستخدم الطريقه الكلاسيكيه هي اني انا مثلا اشتري 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 مواد اوليه، وبعرف المواد تامه الصنع. طبعا بعرفها بكل الاحوال، بعرف المواد تامه الصنع او الموديلات عندي موجوده بعرفها، وبصير انا بخرجها. كل ما بعت فاتوره بيع، فبالتالي اذا كان عندي الماده مو معرفه، مو معرفه هون، فبالتالي ما حيشوفها السيستم. كمثال انا قلت له بفاتوره البيع، بعد ما اعطيته التاريخ واسم حساب زبائن او زبون، خلينا نقول زبون واحد او زبون اثنين، فاتوره مبيعات العمله اللي طبعا عمله مثل ما مثل ما اتفقنا سابقا، العمله واحد هي الدولار، لانه حاط العمله الرئيسيه انا عندي واحد دولار، العمله الثانيه هي اللي بالتركيب، فانا عم بيع للزبائن بالدولار. طبعا البيع هون من جمله لمفرق، من مستورد لجمله، من نصف جمله، حسب بقى من جمله لمفرق لنفرض. البيع كيف؟ شيك ولا نقدي؟ اذا نقدي حطه هون، بصير عندي بحط صح هون، بصير عندي دفع نقدي. اذا امتى الصح؟ بصير الدفع اجل. يعني الحاله الطبيعيه لما بتبيع انت بيكون الدفع اجل، اذا حطيت صح بصير الدفع نقدي. طيب بعد ما حط عندي هون، فعندي هون خيار الغاء او تجميد الفاتوره عدم ترحيلها، فبالتالي ممكن صح حط صح بتم عدم ترحيل الفاتوره، او ممكن هلا بنشوف اجيكم كيف نقدر ما نرحل الفاتوره. كبس بعد وصلت لهون انا، لنفرض كبس هيك 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 مشي لحاله، بقى المعده بلوزه، لنفرض بلوزه قصيره. ها طالما ما لقاها هون معناتها مو معرفه، فعندي طريقتين، يا اما فوت على المواد وبعرفها، يا اما بكبس انت بيقول لي هل ترد، هل الماده غير موجوده، هل تريد اضافه ماده؟ فبقول له نعم بدي اضيف الماده. فلاحظوا تقريبا طلع لي نفس اللوحه اللي بتطلع لمكبس مواد، فانا لا خلص خليني هون مشان ضل بضل فاتوره المبيعات بنفس فاتوره المبيعات. يعني هون انا بدي اطلع لبرا عارف بدي ارجع فاتوره المبيعات، لا خليني بقلب الفاتوره كل ماده بماده عم عارفها بضلي ماشي. طيب اذا كبست انت اسم الماده بلوزه قصيره، التصنيف طبعا هون التصنيف انا بكون مصنفهم بلوزه قصيره مثلا لون احمر، بلوزه قصيره لون اخضر، بلوزه قصيره لون بني، بلوزه قصيره بين لون خمري، بلوزه قصيره مذهب، بلوزه قصيره قصب، بلوزه قصيره لولو الى اخره. طيب المواصفات العامه ممكن اكتب بعض المواصفات هون، الماده طبعا هون انا حاطط ما حاحط سعر الشراء، احط له سعر البيع. ليش؟ لانه انا هلا عم اعرف ماده خاصة أو مادة عم بيعها، فبالتالي أنا عم يعني أنا من عندي مصنعها، فبالتالي حاط سعر البيع تقريبا 12 دولار. الوحدة الأساسية، الوحدة الأساسية واللي هي عدد، أنا عم بيع بالعدد بالمتر بالوزن إلى آخره حسب ما أكون عارف. الحالة الطبيعية إني أعيد بالعدد، إني بيع بالعدد. الشيفة أو الكود ممكن أحط لها كود هون، عارف لها كود معين، يعني ممكن أنا أصير أدخلها عن طريق رقم الكود اللي هو الكود رقم 215678 الى اخره، فبالتالي ممكن اعرفها. اذا كان لها صلاحيه مثلا الماده، فبحط لها 25 يوم مشان يصير عندي مذكر او تذكير بالمواد اللي رح تخلص صلاحيتها. طيب فبالتالي خلص انا مكتفي لهون، بعطيه اوكي صح، لساتها غير موجوده. انا برجع بس بالرمز المحو، او برجع خطوه لورا
الساعة برجعوا لهون اللي بعد التين، اللي عند التين لحتى تطلع، لحتى يطلع اسمها، بكبس عليها كبستين، لاحظوا طلعت عندي هون. فعدد على الوحدة عدد، رمز المستودع واحد، اللي قد يكون عندي مستودع اثنين ثلاثة أربعة. أنا بعرف طبعا مستودعات، بعرف عندي أكثر من مستودع، ممكن إنه أعرف أكثر مستودع، أو ممكن أنا ما أعرف ولا مستودع، خلي عندي مستودع واحد طبيعي ما في غيره. فبالتالي إذا ما كان عندي غير مستودع واحد، وأنا لاحظت إنه هون الفاتورة في بعض الجداول ما بدي إياها، بعض الأمور ما بدي إياها، فبالتالي بكبس على رمز المفتاح. طلع لي هون طبعا أنا هون بالمستخدم اثنين للأسف عم بشتغل، راجع مدير من النظام هون بعض الصلاحيات غير ممنوحة للمستخدم اثنين. فبالتالي بدي ارجع على المستخدم واحد، فبالتالي رح سكر انا، سكرها هاي كويس كبستين، اخذ رد موافق مره ثانيه، فوت على قاعده البيانات الرئيسيه واشتغل بالمستخدم اثنين. طبعا هون بيحق لي انا او بتحليل لي البرنامج انه انا خلي اكثر مستخدم يفوت على البرنامج، اكثر مستخدم يفوت على البرنامج وبالتالي يستخدم البرنامج، لكن كل واحد بصلاحيات معينه، ممكن واحد يفوت يدخل فواتير المشتريات، واحد يفوت يدخل فواتير المبيعات، واحد يفوت يدقق. يعني ممكن انا البرنامج يشتغل عليه اكثر من شخص، كل واحد له وظيفه معينه عم يشتغل عليها. طيب فبالتالي فت على النسخه الاساسيه انا او المستخدم رقم واحد، مستخدم رقم واحد. بما انه مستخدم رقم واحد، لاحظوا هنا المستخدم واحد، لاحظوا هنا اللايسنس ديمو، ديمو يعني نسخه عرض، المستخدم واحد انا اللي فيه، هي السنه الماليه، هي اسم قاعده البيانات، وهي التاريخ. طيب فبالتالي راح اكمل انا فواتير المبيع، ممكن انا اخذها من فوق من فواتير او ممكن اخذها من تحت، طبعا بيع مردودات، شراء مردودات، وممكن اخذها من فوق، خلص اخذها مثل ما هي، اكبسها من هون فاتوره بيع، ارجع لها. لاحظوا انا سواء كنت مستخدم واحد او مستخدم اثنين عم نشتغل نفس البرنامج، معناتها لك الفاتوره لسه طالما انا ما رحلتها، فالبرنامج بيحفظها، البرنامج بيحفظها حتى لو ما رحلتها، يعني رحلتها تمام حفظها البرنامج، ما رحلتها بيحفظ لي اياها على امل اني رحلها. لانه هون ما عندنا مثل مثلا الاكسل اني اكبس كنترول وسي، لا هون مجرد ما انا مثلا سكرت البرنامج بيعمل لي قاعده بيانات، بيعمل لي حفظ، بيعمل لي نسخه قاعده بيانات. طيب هون مثل ما انه راح اتجاوز انتر 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 انتر، راح ارجع للدوزات القصيره. انا مثل ما حكينا بدي اعدل انا هون بالعرض، فبالتالي باخذ المفتاح، لاحظوا المستخدم واحد فيه صلاحيات انا كمدير، فبالتالي بقول له رمز المستودع ما بدي اياه، وحده الماده ما بدي، يعني عم بيع بالحبه ما في مشكله، بعطيه حفظ، بعطيه موافق، لاحظوا كشف. انا شو الغايه من ذلك؟ الغايه من ذلك كمثال اني انا كبست، اني انا مستعمل ينتاك عم بكبس، لاحظوا الماده كمان ثلاثه بلوزه قصيره، لاحظوا دغري حط لي العدد 20 ب 12 اجمالي حسب ما في صافي، فدغري هو شو عم يساوي؟ عم يحط لي العدد سعر دغري، يعني عم نط دغري على، اذا كان عندي ادخالات كثيره فبالتالي انا بحاجه لحتى اختصر وقت، فاذا عندي انا 30 مثلا 11 ونص هذول بعتهم، لاحظوا دغري بنط لي عدد سعر خالصين، عدد سعر خالصين، عدد سعر خالصين، بينما يحط لي رمز المستودع، اسم الماده، عدد الماده، كذا كذا، كيفيه البيع، اوه، فبالتالي انا لا بختصر حالي قدر الامكان اذا في شغلات بعرفها تلقائيه. طيب هاي الفاتوره تمام، اوكي فاتورة بيع نظامية ما في مشكلة عليها. في عندي هون الحسم، طبعا الحسم او قبل الحسم رح اعمل بعض التعليقات باني مثلا هون بدي انا اكبر شوي العدد، كبر السعر الاجمالي ما في مشكلة، الملاحظات خليها مثل ما هي، واعمل هون اكبس الكبسة اليمين لهذا حفظ الاعمدة الحالية، لاحظوا صح حفظ الاعدادات الحالية للاعمدة، انا بدي اياها كل ما افتح فاتورة المبيعات يعمل لي اياها بهالشكل هذا، ما بدي يكون مثلا السعر هيك واقعد كبر فيه، لا خلاص انا بدي اياه، أنا بدي إياه بهذا الشكل. لاحظوا كلمة إذا كبست أنا على أي عمود، فبالتالي بيطلع هذا الخط الأسود، هذا الخط الأسود بيتيح لي إني أنا انقل، انقل هذا، لاحظوا انقله لأي محل بدي إياه. فبالتالي إذا حبيت انقل بنقل، ما حبيت انقل ما بنقل. أنا حعمل تسلسل، رقم تسلسل رح أظهر، رقم مادة كثير صغير لأنه هو ثلاثة، اسم المادة رح أظهرها شوي بلوزات، العدد كمان رح أظهره، السعر رح كبره شوية، الإجمالي لاحظوا تم تبديله، رح أرجع للإجمالي، الحسم ما عندي حسم كتير، الصافي رح كبر هيك الملاحظات شوية مثلا كمثال،
بلوزة قصيرة. بري كم الساعة؟ طيب المهم، فهلا ممكن يكون عندي انا حسم، ممكن هسه مثلا الماده، حسم الماده يعني انا هاي ب 12، انا مالي بايع ب 12، اعطيه ربع دولار عليها، اعطيه ربع دولار، وهون اعطيه حسم نص دولار كمان على الكامله، وهون اعطيه حسم 5 دولار. يا انسان لاحظوا صار عندي الحسم، لاحظوا مجموع الحسم على الفاتورة 575. هذا الحسم على كل بند. طيب قد يكون أنا مو على كل بند عملت له حسم، يا بسيط ديل ديليت بالديليت، عم بتمسها بالديليت بالديليت. أوكي أوكي قد يكون إنه أنا بدي أعمل له حسم على كل الفاتورة 5 دولار. بكبس أنا هون الحسم، لاحظوا حسم الفاتورة 5 دولار، خلص بحط خصم كامل، حسم كامل، هي اجمالي الفاتوره 597، حسم الفاتوره 5، بضل عندي الصافي 592 دولار بالنسبه ل القيمه الصافيه. وفي عندي هون هامه كثير هي اجمالي العدد، يعني انا هون ما في داعي انه امسك على حاسبه، او بدي اعرف انا قديش طيب عدد البلوزات صاروا او عدد الامور، بتلاقي عندي 21 و30 و50 و51، فبالتالي هون حط لي اجمالي العدد او واحد او المادة الاولى 51 بلوزة. طيب اوكي، بعد ما سجلنا طبعا لحتى يروح الخط الازرق بكبس خروج كلوز، ما بسكر الفاتورة انما كلوز فقط. تمام طيب هلا عندي كمان هون مجموع الفاتورة، مجموع الفاتورة، وبكل الاحوال حاط لي مجموع الفاتورة مشان ما يعني بيحط لي اياه دايما مشان ما انه شو اسمه يكون عندي في مشكلة. فبالتالي ما في مشكله فيها، الامور بتكون تمام. طيب لنفرض انه هي الفاتوره، انا اجى صاحب العمل وقال لي هي الفاتوره ما بدي اياها، انا محل الفاتوره، كبست الفاتوره، اعطيتها ترحيل، امور تمام. طبعا انا هون مجلد واحد، لازم احط اسم المجلد الكلاسيكي او الطبيعي اللي عم يترحل عليه، مجلد المبيعات. فبالتالي انا رحلتها، لاحظوا لما رحلتها صار عندي هون رمز الالم، الرمز الاخضر راح خلاص، هذا بيعني انه انا رحلتها. طيب لما رحلتها انا رحلت للدفاتر. طيب قد يكون اجى عندي صاحب العمل وقال لي الفاتوره رجعني اياها للزبون، او بالتالي بلا ما تعمل اعاده خلص الفاتوره كلها حذفها. فبالتالي انا برجع بكبس على القلم الغاء ترحيل، بكبس يس تم الغاء ترحيله، بعدين بكبس على حذف الفاتوره، بعطيه حذف، لاحظوا طارت الفاتوره كلها. طبعا هي النو اس كيو ال ستيتمنت اف ابل، طبعا هذا الرساله بتطلع لي لما يكون عندي لسه ما في ولا فاتوره بيع، يعني انا هون ولا فاتوره بيع عندي، فبالتالي بس بلش حط فاتوره بيع او بلش بالفاتوره الاولانيه، فبالتالي بتصير شغله طبيعيه وما بتطلع لي هي الرساله، ما في مشكله. طيب لنفرض انه بدخل فاتوره ثانيه رقم اما تلقائي او بدخلها انا اللي بدي اياه، تاريخ تلقائي انا بدخله، اسم رقم الحساب حسب الزبون اللي عم يشتري مني، البيان هون مثل ما شفتوا انتم بالقيد، كنا نحطها عاده بالقيد او بالقيد المزدوج، كنا نحط له بيان لحتى نعرف يا ترى العمليه شو هي، عباره عن عمليه شراء، بيع، عمليه عفوا شو بعت الى اخره من الموديلات. فبالتالي ما في مشكله اني انا احط البيان حسب الوضع والترتيب. العمله عمله 1 دولار 2 ليره تركيه، طبعا الدفع اذا حطيت سبيس، لاحظوا عندي اذا بدي غير طبعا هون تغييرات بسبيس، فبالتالي انا ما بدي بعطيه انت، وصلت لهون رقم الماده بعطيه انت لحتى بين لي المواد، فرجيني كم ماده في، اذا حطيت له واحد اللي بلوزات طويله 2 ماده 2 3 بحط له بلوزات قصيره. طيب انا بدي مثلا ماده 1 وهي بلوزات طويله، الساعه بعت انا 20 ب 2 ونص اجمالي 50، ما عندي حسم، فبالتالي ممكن انا اكبس اختصار كونكشن اوف 10 اوف 10 لحتى يرحل لي، او ممكن دغري هون اكبس على الصح بيرحل لي، فانا بالتالي ممكن استخدم الاختصار اوكي رحل لي اياها. طيب على بعد ما رحل لي اياها هي الماده، انا بعت رد مثلا بعت مره ثانيه بدي فاتوره جديده، فاتوره جديده كمان الزبون نفسه دفع ارجنت كمان بوزة طويلة بعت 30 ب 3
90، أعطيتها صح، متأكد من ترحيلها. طيب عندي أنا بعت من المادة أكثر من مرة، طيب أنا إذا هاي المادة بدي أعرف يا ترى قديش موجود عندي بالمخزن، فيني أنا أفوت على إدارة مخزون، إدارة مخزون حطها حركة مادة، أو فيني أكبس هون بالموجود طبعا بشكل اختصار هون حركة المادة، بكبس عليها بحط رقم المادة، لاحظوا بيطلع لي اسمها دغري، بعطيها إنتر، رح لي هون إنه رصيد دخلت 200، اشتريت 200 بالمحاضرات السابقة، اشتريت 100 صارت 300، لاحظوا 200 رصيد حالي 200، ادخال 100 صار 300، اشتريت بعدين واحد 301، اشتريت واحد 302، طبعا بعد 302 302 لما اكبس على الفاتورة، اي فاتورة بدي اياها بكبس عليها، بكبس عليها ببين لي شو تفاصيلها. فبالتالي انا مثلا عندي طبعا هون ادخال وعندي هون اخراج، فانا عندي رصيد 300، عندي 302 حبه لحد الان لحد هاي الفاتوره، فاتوره الادخال، بعت منها 20 ضل 282، بعت 20 ضل 262، بعت 30 232. طب هاي الفاتوره طبعا كل التفاصيل مذكوره هون، هاي الرصيد، هاي العمله، العمله بالدولار، سعر الشراء، لاحظوا هون سعر الشراء بالدولار او بالليره التركيه، سعر المبيع، سعر التكلفه، هاي بعض الامور هاي. فبالتالي سعر التكلفه، بالتالي سعر الشراء، بالتالي هنيك كان بالدولار، هون سعر المبيع بالتالي، هون طبعا بالتالي انا بيهمني بالدولار. طيب بيجي عندي رمز الحساب، مين هو الحساب اللي عم اتعامل معه؟ رمزه 261 صفرين واحد، لما تعريف الحساب او رمز الحساب هذا هو اسم الحساب، مورد سامي، مورد سامي، مورد سامي، هذول طبعا اللي اعطاني اياهم مورد سامي، صرت بيع للزبون، زبون اثنين. طبعا هي فاتوره مشتريات، فاتوره مشتريات طبعا هون عندي فاتورة، لاحظوا هون فاتورة مشتريات، مشتريات مشتريات مشتريات، هون رجعت له شوية بضاعة، هون فاتورة فواتير مبيعات، هون رمز المستودع، راح أقدمك شوي، هون رمز المستودع واحد، هون المستند، رقم المستند اللي سجل الكمبيوتر، وهون المستخدمين اللي دخل البيانات، هون توقيت التاريخ، وهون الريكورد أو التسجيل، الرمز، رمز التلقائي، يعني هو دايما بيعطي 1 2 3 4 5، هذا تلقائي بيعطي كود البرنامج مثل ما شفتوا هون، الكود اللي موجود هون لكم هذا هو بيعطيه تلقائي، فبالتالي حسب الترتيب. المهم طيب اذا فاتوره معينه بدي اياها، فبالتالي بكبس عليها باليمين او بكبس عليها كبستين، ما في مشكله، بين لي بياناتها، بين لي بياناتها. طيب تعال نشوف هاي، بكبس عليها كبستين. طيب اوكي، اوكي طيب على هالمادة عندي 7 حركات، 7 حركات، دخلت منها 302، خرجت منها 70، ضل عندي 232 حبة عندي بالمستودع. هاي بالنسبة للمستودع، يعني عندي هالمستودع، أنا بالمستودع في عندي أنا عبارة عن 232 حبة. طبعا هون مثل ما شفتوا قبل، إذا كان عندي أكثر من مستودع فأنا بعرف المستودع الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، هاي كلها ممكن ناخذها من هون من الإعدادات، القيم بتطلع عندي هاي الشاشة، يعني مجرد اختصارات، يا يعني من هون يا من هون، هاي إعدادات باخذ انا، اعدادات تصنيع او اعدادات وثوابت، لا باخذ انا هون اعدادات افتراضيه، لما احط له الاعدادات الافتراضيه بتطلع عندي هي كلها، فبالتالي بختار واحده منهم حسب ما بدي، هي خاصه بالعملات اللي ما شفتها، هي بالمجلدات لما عدلنا مجلدات، هون اسم الشركه لما غيرناها، هون خيارات عامه، دقه الترقيب، عفوا الترتيب الفاصل، السنه الافتراضيه، نحن هلا صرنا طبعا ب 23 نسميه 2023، عرض الحقول الخاصة بالعملة بالوحدة الثانية، قد يكون عندي وحدة أصغر منها، يعني مثلا وحدة كاملة، أو ممكن بيع نصها كمثال، ممكن سيريات طبعا بالألبسة، إنه بيع سيري وممكن قطعة من سيري، إلى آخره الأمور هاي ممكن أنا أستفيد منها،
عندي هون المستودعات والتصنيفات. طبعا هون التصنيفات مثل ما شفتوا بلوزه طويله، بلوزه قصيره الى اخره. هون المستودع ممكن نضيف مستودع افتراضي، مستودع 2 3 4. عندي هون النوع الاول، النوع الثاني، صفه واحد. يعني في اكثر من هالامور كلها تصنيفات ممكن انا استفيد منها وسجل فيها اذا حبيت فرع. اذا حبيت فرع هون الحسابات الافتراضيه. طبعا الحسابات الافتراضيه الصندوق 111 حاطه انا طبعا هون حساب الكاشير ما عندي اياه. عندي مستودع افتراضي واحد، حساب المصرف، يعني بدغري بكم اي عمليه بقوم فيها دغري برحل لي لهذا الحساب، الموردين لهذا الحساب، الحسابات مشتبهات هيك الى اخره. كل واحد طبعا مثل ما تكون شايفين. ممكن هون مثلا اني احط تصنيفات لحتى هو لما يجي عارف حساب، لما يجي عارف حسابات هون ارجع لها، هو بيحط لي نوع التصنيف يلي بدك اياه لكو. كمثال اذا اجيت عارف حساب قلت له اعطيني حساب جديد، عفوا هون اضافه حساب، فبالتالي بحط لي هون التصنيف بيقول لي شو بدك يا زباين، موردون، حسابات خاصه، متابعه، حسب بقى التصنيف. فلا ممكن احط له مثلا مشتريات، مبيعات، زبائن الى اخره. انا لا، يعني حتى هالخطوه ممكن انا ما اتبعها، مثلا ممكن اني انا هون فورا اخذها من هون. لاحظ هو رد جابني لهون لنفس نفس الموضوع، جابني لهون رد لفني وجابني لهون. لاحظوا اني هون هي التصنيف اللي بحثها هون. فبالتالي انا ممكن انا بقوم ببيع لحساب خاص، مثلا حساب خاص ما بدي حدا يتذكر، ما بدي حدا يعرفه، بكتب حساب خاص مثلا بيتم الترحيل له وهكذا. طيب رح سكر انا وارجع لحركه الماده. مثل ما شفتوا كل ماده لها بعض التفاصيل الخاصه او لها كل التفاصيل الخاصه فيها. طبعا هون لا حتى نقدر نرجع اذا كبرنا وصغرنا، مثلا بيعطيني المساحه المناسبه نوعا ما. عندي مساحات كثيره انا هون طبعا، لاحظوا اعطاني اياهم كلهم بدون ما يعطيني هون مساطر، يعني المساحه المناسبه بالنسبه لالو. اوكي طيب الماده 2، ماده 2 لاحظوا عندي الكميه 1 ب 30، عندي منها 31 31. خلينا نعمل فاتورة بيع، فاتورة بيع، فاتورة بيع، ناخذ جديد أقل فاتورة 3، تاريخ 15، للزبون، للزبون 2، فاتورة المبيع عامل 1 بالدولار. نفرض أن المادة رقمها 1 أو ممكن ناخذ المادة رقم 2، 80، 20، 1600. اوكي باخذ لها ترحيل. بيجي حركه ماده، لاحظوا شو صار لما عمال حطيت اسم طبعا الماده هون، بديت اسم الماده لحتى ابحث عنها، فهو اعطاني القيمه تبعها، اعطاني التحديث تبعها حدث. هلا انا شاري شاري وحده، بعدين شاري 30 وحده، وبالتالي بايع 80 وحده، بايع 80 وحده. فبالتالي انا بايع اكثر من شاري. الحاله بتحدث لما بكون عندي انا فواتير مبيعات مالي مدخلها وبايعها بالفعل. فبالتالي او قال لي صاحب العمل، قال لي انت خلص خرج لي الفواتير، هلا بس تيجي الكميه بدخلها على المستودع بتصير الامور تمام، لكن انا بعتها من قبل ما اتصل. فبالتالي لاحظ صار عندي كسر. ليش؟ لانه انا عندي مجموع الادخالات 31، عندي مجموع الاخراجات 80، معناتها عندي رصيد 49 كسر بالنسبه ل الي كسر بضاعه ما موجوده، مو موجوده. طيب
اوكي فبالتالي عندنا 49 أغسطس من قيمة للبضاعة اللي موجودة عندي. فهذا الموضوع بعالجه بأن أنا فوت على فاتورة المشتريات، بدخل الفاتورة يلي طبعا هون المورد، مورد سامي كمثال اللي عم بشتري من عنده، المادة رقم 2 ألف شاي منها 15، مجموع الكمية 1000 15. طبعا هون انا راح فوت على المفتاح لحتى اشوف هون مجموع الكميه. خلاص الكميه ظهر لي الكميه 15 15000. اوكي اعطيها صح تفعيل يس 15000. فبالتالي بيجي حركه ماده بكبس على 2. لاحظوا شو صار عندي، جلس مثل ما بيقولوا الرصيد، منه الساعه عندي 951 بالنسبه للماده اللي شايفينها عنكم هون. هلا هون في عندي كلمه تصدير الاكسل. طبعا كلمه تصدير الاكسل باني انا اخذ مثلا هذا الجدول واعرضه على الاكسل مشان ظبط فيه بعض الامور او احذف بعض الامور ما بدي اياها، يعني بس مجرد عمليه تصنيف. هون عندي الاله الحاسبه او مجموعه الفاتوره، عفوا جمع الفاتوره. هون عندي شجره المواد، شجره المواد اللي عاده بستخدمها مثل ما شفتوا دوزات او من هون اللي هي شجرة المواد بشكل طبيعي. طيب عندي هون انا كمان رمز المفتاح، رمز المفتاح هون لحتى اعرض المادة. انا هون المادة اللي بدي اياها، مثلا بدي اعرض مادة كانت تاريخ او بين تاريخين او لشهر معين او لمادة معينة او لحساب معين، بدي مستودع واحد جميع المستودعات او مستودع لاحظوا كافة العملات، بدي عملية ترتيب حسب التاريخ حسب رقم المادة، فكلها هاي معينات لحتى يعرض لي كشف بمادة أو حركات مادة معينة أو مواد معينة بدي إياها. طيب خلصت من جذب المادة أو من حركة مادة لحتى أعرف شو المواد الموجودة عندي. خليني أفوت أنا على المخزون، شوف أنا شو عندي مخزون. مخزون موجود بمخزون كامل موجود عندي، انا المخزون كامل موجود عندي. فبالتالي هذا المخزون ممكن انا اخذه على كامل الفتره المحاسبيه او بين تاريخين، بدي اعرف من مده لمده قديش عندي مخزون. بدي مشتريات المبيعات، طبعا هالامور انا ما بدخل فيها لان انا بدي اياهم كامله. بالنسبه للمواد بدي جميع المواد او للماده اللي بيبدا او فقط للماده حسب الماده اللي بدي اياها او كل المواد. لاحظوا انا مواد المخزون بدي بس لوزات طويلة يطلع لي اياها، بدي اختار جميع المستودعات، ممكن يكون عندي مستودع معين بمنطقة معينة، أنا عم أقول له جميع المستودعات، حساب قيمة المخزون حط لي اياه أو لا تحسب لي اياه، ما بدي اياه حساب، بدي اياه عدد مثلا، بس أعطيني عدد بس عدد للمخزون، بدي للحساب، لا خلص أوكي بعطيه موافق، فلاحظوا بس طلع لي مجموع الوارد 302، مجموع الصادر 70، لاحظوا أنا ما قلت له سعر الشراء ما بدي اياه. فبالتالي طير لي اياه السعر الوسطي، بس استخدم السعر الوسطي، حطيت له السعر، حط لي سعر قيمه المخزون بالقيمه. فبالتالي انا قلت له بدي البلوزه واحد. هلا اذا قلت له انا مثلا كمثال بدي البلوزه او جميع المواد، فعندي هون جميع المواد، فبالتالي موافق. لاحظوا اعطاني الاثنين، مجموع الوارد، متوسط الشراء، مجموع الصادر، رصيد الباقي، قيمه الباقي، متوسط الشراء بالتالي وقيمه الباقي بالتالي، طلع لي اياهم حسب سعر الصرف. طيب في نقطة كثير مهمة جدا اخواني، لما انا بدي قوم بداية السنة ادخال مواد عندي اصناف كثير، يعني انا عندي صح لما بلش السنة بعمل شيء اسمه قيد افتتاحي او الميزانية العمومية او القيد الافتتاحي او الميزانية العمومية 1-1 اللي بسويها عن طريق القيد الافتتاحي. طبعا القيد الافتتاحي عبارة عن قيمة كاملة لحسابات موجودة عندي، قيمة واحدة فقط لحسابات موجودة عندي، زبون احمد، زبون خالد، اي الات، سيارات، اساس، صندوق، مصرف، موردين، قرض، تمام كتير. طيب بالنسبة للبضاعة
البضاعة كمان أنا بدخلها هون بقيمة واحدة، لكن أنا بدي أعرف أنا بالمستودع إنه لما خرج بضاعة، طب هل البضاعة دخلتها بقيمة واحدة؟ أنا لما إجي خرج وحيقول لي البرنامج إنه أنت عندك خطأ، يعني أنت ما عندك المادة بالمستودع، كيف عم تخرجها أنت؟ فبالتالي علما إني أنا بدخل قيمة البضاعة برقم واحد أو إجمالي بالقيد الافتتاحي، فبالتالي لا، البرنامج بيقول لي أنت لازم تسوي كالتالي، بتدخل قيمة البضاعة الإجمالية هون بالقيد الافتتاحي، هون بالقيد الافتتاحي، إضافة لأنه بتعمل قيد مخزون افتتاحي. ممكن نفوت لهون على إدارة المخزون، باخذ عندي قيد مستودع افتتاحي أو مستودع أو مخزون، أو ممكن إني أخذها من هون. كيف ما أخذتها نفس النتيجة، قيد مستودع افتتاحي، قيد مستودع الافتتاحي، قيد مستودع افتتاحي، بدخل المواد اللي دخلتها على الشبكة بأول المدة، يعني إني أنا هلا فت بالشركة جديد وعندي شوية بضاعة بدي فايت فيها، يعني أنا أسست الشركة جديد، حطيت شوي مصاري بالصندوق، اشتريت شوية بضاعة، هالبضاعة بقيمة 50 ألف. طيب شو تفنيد البضاعة؟ تفنيد البضاعة كالتالي، هي عبارة عن بلوزة طويلة، الكمية الافتتاحية داخل ب 100، السعر 20، رمز المستودع واحد، الكمية، المادة الثانية مادة رقم واحد، المادة عفوا، بلوزة طويلة 30 ب 15 كمثال 450 وهكذا. فبالتالي انا هون شو اللي بصير فيني؟ طبعا انا هون ترتيب حسب رقم المادة عم رتبهم، حسب اسم المادة عم رتب، حسب تسلسل الادخال انت دخلتهم، ما في مشكلة، يعني اي شغلة عادية ما في مشكلة. فانا هون عم كمل، فعندي انا هون بعد ما خلصت راح اخذ مادة رقم بلوزة قصيرة كمان. لاحظوا طلع عندي هون كلمة عدد، ليش؟ لأنه هاي المادة الوحيدة اللي حطيت لها، معرفة المادة حطيت الوحدة شو هي عدد. فبالتالي هون عندي 60 كمثال ب 12 حطيتها، أوكي حطيت أنت، أوكي أموري تمام. لاحظوا هون شو صار، في بعض هون تحديث محدثة نظامية، هون شجرة المواد إني أرجع لها هون، طبعا بيعطيني إياها هون قيد مستودع ثاني، قيد مستودع ثاني، قد يكون المستودع الثاني. لاحظوا هون انا ب اول مستودع، قد يكون بدي فوت المستودع الثاني بفاتوره لحال، المستودع الثالث بفاتوره لحال، المستودع الرابع بفاتوره لحال، كل واحد فاتوره ما في مشكله، فباخذ فاتوره جديده، اقل مذكره 2، حط رمز المستودع 2. طيب فالمهم انا هون عندي هي الفاتوره، راح ارجع للمواد الاوليه لحتى ارجع عفوا لحركه مادي، لشوف شو صار عندي هون من ادخالات. لاحظوا هون شو حط لي، حط لي انه انت عندك كان 30 رصيد افتتاحي، رصيد افتتاحي. لاحظوا فبالتالي انا لما يكون عندي ارصده افتتاحيه، ارصده افتتاحيه، بالتالي لازم انا حطها بالدفاتر، فبالتالي لما بدي سجل عندي انا، لما بدي سجل هدول المواد، فبالتالي اذا دخلت طبعا بمواد جديده اول ماده، المطلوب اني اعرفها بالمستودع الاولي، والا بصير عندي مشكله بانه ما راح يتعرف عليها. يعني لاحظوا انتم اللي عرفناه تحت، اللي موجود تحت، يلي موجود تحت هون، هي وهي هدول شاريهم خلال العام. طيب انا اول لما بلشت كان عندي مواد، هاي المواد وينها؟ ليك عرفتها؟ لاحظوا بيان رصيد افتتاحي، رصيد افتتاحي بتعني انه انا فت بهدول المواد، وخلال العام اشتريت هدول بعدين خرجت هدول. قد يكون مثلا هي الواحد ما بدي اياها انا، او عندي انا هون راح اعمل اعاده تعديل هون، هي راح اعمل لها اكبس باليمين هون، راح اعمل لها حذف البنود المحدده، اعطيها صح، راح اجي لهيك بس بالكبسه اليمين، احذف البنود المحدده، اعطيها اوكي. لاحظوا انا هون لما بحرر الفاتوره، تحيه لسه الفاتوره ما ترحلت او عم حررها مشان اعمل عليها تعديلات، اذا كبست على اي سطر بالكبسه اليمين فبتطلع لي قائمه جديده، هي فاتوره جديده ممكن اخذها من هون ما في مشكله.
ترحيل ممكن اخذها من هون ما في مشكله، كمان طباعه باخذها من هون ما في مشكله، في عندي بحث باخذ من هون ابحث على الفاتوره، حركه ماده من هون، خيارات واعدادات من هون موجوده، يعني اغلبيتهم اعمده متساويه للعرض والطول هي اللي موجوده هون حسب انا بدي بس وحده بيناتهم بدي اياها، هي حذف سطر البنود المحدده او السطر، او ممكن اكبس كنترول دي. تمام هون كبست هون على الصح اترحل، طيب اموري تمام، راح سكرها، راح اعمل واحد ترحيل واحد، بدك تعالي انت لاحظوا راحت الوحدات. هلا هون انا دخلت ب 30 اشتريت 100 اشتريت 200 بعت ب 20 ب 20 ب 30، الرصيد عندي طبعا ادخلاتي 330، اخراجاتي 70، رصيدي 260، رصيدي 260 وحده موجوده عندي بالمصادر. طبعا الغايه من الدخول لحركه الماده اني اتعرف على شيء اسمه الاخراج السالب. الاخراج السالب بيعني انه انا في عندي خطا لازم اعالجه قبل ما اسكر الحسابات، بمعنى انه عندي انا بضاعه بايعها بدون ما ادخلها على المستودع، يعني انا عندي هون بضاعه مبيعات 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 كبرت الربح بدون المشتريات، لان المشتريات راح يكون لها قيمه راح تطلع من الصندوق، فبالتالي انا هون ما دخلت المشتريات ودخلت المبيعات، فبالتالي راح يتضخم هون الربح بقيمه المبيعات اللي مدخله والمشتريات مو مدخله، فلذلك انا بقوم بادخال المشتريات من خلال الدخول على رقم الماده او حركه الماده لحتى اعرف شو هي الماده يلي فيها اخراجها سالب او رصيدها سالب. مثل ما شفتوا كان في ناقص هون، كان في ناقص هون، لما حطينا الفواتير دخلنا الفواتير الصحيحه صارت امورنا سليمه. اوكي طيب خلصنا من حركة المادة واحد، انتقلنا لحركة المادة اثنين، بدي اشوف انا عم تابع عندي مادة اثنين ثلاثة أربعة خمسة مسك كل واحدة واحدة لحتى اشوف انا هون نازل بالمستودع، عم أكد على المستودع عم شوف يا ترى في عندي مشكلة ولا لا. طيب فتح حركة المادة الثانية 1131 إدخال إخراجات 80 رصيد 1051 أموري معناتها تمام، أكبس ثلاثة ثلاثة إدخالاتي 60 إخراجاتي الصفان رصيدي 60، لنفرض إنه أنا هون راح أعمل فاتورة بيع، راح آخذ جديد آخذ طبعا بيع لزبون زبون واحد كان سبب بيع، فالمادة رقم ثلاثة راح آخذ 30 بسعر 12 راح بيع بخمسة كم سعر 150 راح اخذها صح اوكي، راح ارجع حركة مادة ثلاثة 60. طيب لنفرض انه هاي المادة مالي بايع 30 بايع 70 240، لاحظوا عندي انا هون 60 مدخل 70 بايع، معناتها انا عندي في مشكله، اما الفاتوره مو صحيحه اللي هي بايع فيها، او في عندي فاتوره مالي مدخلها فدغري انا بكبس عليها 70 اي والله صح، فبالتالي بكبس اعاده فتح للفاتوره بكبس 60 صلح بعطيها صح وماني تمام، حركه ماده تحديث، لاحظوا ادخالات صفر 60 اخراجات 60 الرصيد الموجود عندي بالنسبه لهالماده هو صفر. طيب انا السعر راح فوت على الماده رقم 3 على الماده رقم 3 بشوف شو سعر المبيع، سعر المبيع 12، طيب سعر الشراء سعر الشراء 10 اعطيه صح والترحيل لها، اجى حركه الماده، حركه الماده هون رح الغي ترحيلها الغاء ترحيل، في عندي انا هون السعر رح ارد 3 العدد
العدد 60 ب 2. احط انا حطي الفاتورة كلها هون عشان مرة ثانية اشوف الفاتورة. كان لازم اطلعها من هون. طيب هاخد فاتورة جديدة. الزبون 2 اوكي. رقم مادة 3 هاخد 70 ب. لا تحط لي هو سعر الشراء 6. سعر الشراء 12. سعر البيع عفوا 12. ليش؟ لما افوت على هون المادة لاحظوا سعر البيع 12 حط لي اياه. فأنا هون راح أقول له حرب المادة تدقيق على الحدود. تشوين تدقيق على الحدود مواصفات الوحدة الأساسية عدد المواصفات الرئيسية. لاحظوا هلا بس نخلص سعر البيع سعر الشراء أن الصلاحية تعامل برقم تسلسل وارد. أوكي أحاطيه صح. لاحظوا المادة هون بس مو حاطط لهم الوحدة الأساسية، فبالتالي المادة الثانية حاعبرها. أكوز الوحدة الأساسية عدد أعطيه صح. المادة رقم واحد تحرير عدد أعطيه صح. لاحظوا ثلاثة محطوطين عدد. طيب المادة رقم ثلاثة بس توصل للعشرين خابوني. طيب راح اجي على فاتورة البيع 3 العدد 70 وحط 100 5 500. انتبه سيتم تجاوز الحد الأدنى للمادة، الحد المسموح إخراجه هو 40. أنا هون أنا شاري 60 لكن حطيت له انا بالماده اللي شفته هون حطيت له موافق ما في مشكله. لاحظوا المواد قلت له انا الحد الادنى 20، لما وصل للحد الادنى قال لي يعني انا بمعنى قلت له انا مسمح لي بيع 40 لازم على القليله. احنا في عندنا شيء اسمه بالمحاسبه حد اعاده الشراء، حد او نقطه اعاده الشراء. نقطه اعاده الشراء هو الحد اللي لحتى نوصل لعنده بيقوم امين المستودع بطلب طلب شراء جديد لحتى مشان شو لحتى لما ترجع هذيك لما تيجي الطلبيه الجديده يكون عنده مجال. يعني انا ما بستنى بين قوسين ما بستنى الماده تخلص مستودع من عندي الاخر لحتى اطلب. لا مثلا انا وصلت لل 20 كان انا مفوت عندي 60 قطعه، 60 قطعه ضليت بيع لوصلت لل 20. بس وصلت لل 20 بطلب انه يبعثوا لي بضاعه، لبين ما توصل بضاعه بكون عم بيع من ال 20. ال 20 بعد منهم 5 6 7 8 9 10 بجوز بعتهم كلهم، لكن المهم ما ضل يعني لسه عندي بالمستودع في مجال اذا حدا من الزبائن طلب مني البضاعه لبين ما تصل البضاعه الجديده. ما تصل البضاعه الجديده بصير عندي مثلا 100 200 300 400 برد كمان، بس لتوصل لل 20 برد بطلب. فهون البرنامج اعطاني تحذير قال لي انت بحق لك تبيع 40. قلت له ما في مشكله حط لي. فلاحظ هون عندي بعت 60 ب 7 فات 420. بس نزلت لتحت قال لي انت بس يتم تجاوز الحد للماده الحد الادنى للماده المسموح باخراجه هو 40 كمان ودينا رجعنا 40. يعني عم بذكرني البرنامج انه دير بالك انت ما فيك تبيع الا 40. فبالتالي انا حافظ اني انا هون قلت له راح ابيع 40. فبالتالي لاحظوا اعطاني ما في مشكله انه امورك تمام. اذا اموري تمام بعطي حفظ، اذا اموري مو تمام ما بعطي حفظ، وبالتالي بيعمل له الغاء الفاتوره. فانا افرض انه هون عندي عملت له اوكي. برجع ل حركه الماده، حركه الماده 3 بعمل لها انتر او اعاده تحديث. فبالتالي انا عندي هون مكسوره رصيد ب 80 حبه ب 80 حبه. عملوا فاتوره شراء لا عفوا الغاء الترحيل فاتوره جديده 15/1 10/1 23 رقم الحساب فاتورة شراء مورد. طبعا بشتري من المورد انا المادة رقم 3 اشتريت 100 7 700 كونكشن 14 انت تم ترحيلها حركة المادة تحديث او انتر
أنا شعري 160، لحظة، 160، مخرج 140، رصيد 20، طبعا هون عندي التاريخ شوي رح كبره، 10/1 اشتريت، لحظة، اشتريت 100، فبالتالي إدخالاتي 160، إخراجاتي 140، عندي 20 قطعة بالمستودع، أموري تمام بالنسبة للبيع والشراء. طب قد يحدث مثل ما حكينا انه انا نتيجه البيع اجى زبون احد الزباين وقال لي اخي انا بدي ارجع لك بضاعه، الزبون اثنين اجى بدي ارجع لي بضاعه انا رفضت، شلون بدي اعالجها؟ انا بدي اشوف بالاول، راح ارجع انا اطلب كشف حساب الحسابات، كشف حساب للزبون، زبون اثنين، زبون اثنين اخذ 50 90 1600، الي معه 1740. طبعا اذا حطيت على الفاتوره الاولانيه او الفاتوره الثانيه 90 لشوف انا شو اخذ مني اي ماده، قال بلوزه طويله 90. طيب لنفرض انه هو من البلوزه الطويله اللي هي رقمها 1 1 اخذه 30، رجع لي اياهم ثلاثين بثلاثة. طيب مبيع، فاتورة مبيعات، مبدأ المبيعات، طبعا زبون واحد هو اللي رجع لي، ما هو الصندوق مو نقدي بايع، انا رجع لي مردودات مشتريات، خليها ما فيها مشكلة، مادة واحد 30 15 450، أعطيه أنت أوكي. لما إجى كشف حسابه زبون اثنين، كأني أنا حطيت على زبون واحد، زبون واحد عفوا، زبون واحد إلغاء الترحيل، فبالتالي زبون واحد هذا مشكلة، بدي أنا زبون اثنين. هذا هو بعمل له الترحيل اوكي، كشف حساب، لاحظوا الزلمه اخذ مني 50، تاريخ اوكي اوكي طيب لاحظوا الزلمة اشترى مني 50، اشترى مني 90، اشترى مني 1600، اشترى مني 1600، رجع لي 450، رجع لي 450، طبعا هون الشرح بغيره حسب ما بدي انا، فبالتالي اذا هو شاري 1740 رجع لي 450، بضل لي معه 1290 دولار، 1290 دولار. إله معي، إلي معه عفوا 1290 دولار بالنسبة لهذا الزبون، الأمور تمام؟ الأمور تمام 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 تمام. طيب بعمل أنا تسكير لهذا شو اسمه؟ للحسابات، بعمل تسكير للبرنامج، بدي بفتحه مرة ثانية، طبعا الهدف أنا إني أنا كل شوي أفتح البرنامج وأسكره، كون البرنامج المحاسبي مو مثل برنامج إكسل مثل ما شفتوا سابقا، برنامج الإكسل كنترول وإس بيحفظ، اما هون انت بيحفظ لما اسكر البرنامج او لما افتحه بياخذ نسخه احتياطيه، لما اسكر البرنامج عفوا بياخذ نسخه احتياطيه فبالتالي بيحفظ لي، فانا لازم انه انا كل شوي اسكر البرنامج وافتحه لحد ما يضيع شغلي على الفاضي. طيب عندي هون مثلا كشف حساب او عندي شيء اسمه فاتوره البيع، لان احنا شفنا فاتوره البيع الاجل، هلا فاتوره البيع النقديه، اخذت فاتوره بيع هون رقم حساب التاريخ الزبائن، نفرض انه احد الزبائن
طيب زبون اثنين مثلا بدي اخذ عندي نقدي، زبون اثنين بدي اخذ عندي نقدي اكبس سبيس، بصير عندي دفع نقدي شو اسمه الدوزر، بدي اخذ 15 جنيه ونص، تمام امور تمام بحلها. اوكي طيب بيجي انا بشوف كشف حسابه للزبون اثنين، عفوا كشف حساب للزبون اثنين ناخذ 60 2002 2002. لاحظوا أول فاتورة شهرية 15/1 50، ثاني فاتورة 90، ثالث فاتورة 1600، رابع فاتورة شفتوا أنتم رجع لي إياها، خامس فاتورة اشتراها نقدي. لاحظوا أنا لما حطوا لي هون، لما حطيت أنا خيار النقدي مثلا، شوفوا هاي ال 1600، لاحظوا هون مفصح الدفع آجل سكرتها، بيجي لهون لاحظوا شو محطوط انا هون، صح دفع نقدي. لما بيدفع نقدي للزبون وكأنه هي تسجلت بحسابه، تسجلت بحسابه ولكن دغري طلعت من حسابه لانه دفعها. يعني الزبون لاحظوا لما بيرجع لي بضاعه، لما بيدفع لي قيمتها دغري منها اصلا من حسابه. طب هلا هون اشتراها نقدي، معناتها كأنه ضفت له حسابه واعطاني حقها بعد يوم مثلا، فبالتالي قمت له اياها من الحساب، لكن ضلت بالحساب لحتى اذا عملنا مطابقه بيناتنا يقول له، يقول لي مثلا، او اذا صار في خربطه او هي بيقول لي مثلا لا انا حاسبتك فيها، بجوز اقول له هاي العمليه كلها لا ما بعتك الضاعه منها، بيقول لي بلا انا اجيت وحاسبتك فيها، فبالتالي بفتح حسابه بيطلع فعلا انه هو اجى اخذ البضاعه وحاسبني فيها. فبالتالي انا الحساب عباره عن عمليه متتاليه مثل ما شفتوا، الحساب وله وظيفه تصنيفيه بصنف جميع العمليات ذات الطبيعه واحده، كل عمليه قمت فيها مع الزبون الاثنين بتطلع بحسابه مثل ما تكون ملاحظين، حتى لو كانت على حساب او نقديه بتسجل بحسابه مثل ما شفتوا، لكن بتسجل بطرفين، طالما نقديه بتسجل بطرفين، طرف اشترى وطرف دفع حقه، اما اللي على حساب بس بطرف اشترى. طبعا طرف اللي دفع حقه بتصير بعدين لانه هو بيعطيني دفعات، هو بيعطيني دفعات متتالية. طيب سكر الفاتورة، نفس الشيء الشراء الآجل، أنا اشتريت بالآجل فبالتالي بعطيه فاتورة جديدة، رقم الفاتورة 3، التاريخ كمان ما في مشكلة عليه، اشتري من المورد، مورد تعمي كمثال، اشتريت العملة بالدولار، اشتريت بنقدي، اشتريت من بلوزة رقم 2، اشتريت 1000 أو 100 ب 2 $200، فبالتالي بعطيه تثبيت، ثبت لي 200 دولار، بيجي عند المورد السامي كشف حساب. لاحظوا إذا كنت فاتح فاتورة فآخر حساب بيظهر لي إياه هو هون بالبحث بشكل طبيعي. لاحظوا أنا اشتريت بقيمة 1360، رجعت له لسامي بقيمة 60، اشتريت بقيمة 15000، اشتريت بقيمة 200 لكن نقدا. لاحظوا بالنقدي بيحط لي الفاتورة الرقم بالطرفين، طالما حط لي الرقم بالطرفين معناتها كأنها غير موجودة. أنا الهدف من إني أحطها بحسابه لسامي مو إنه يطالبني فيها، ليش؟ أنا دفعت له حقها، لا، لحتى إذا عملنا مقارنات بيناتنا أو شفنا يا ترى قديش بايعين وقديش شارين يبين معنا رقم نظامي. يعني هلا هون نحن في بيناتنا شغل بال 16560، اللي هن هدول ثلاثة، يعني نحن شغالين مع بعض بقيمة 16560، لكن إلا معي هو 16300، ليش؟ لأنه في عندي أنا بضاعة اشتريتها منه نقدا 200 200 200 200 مثل ما كنتم شايفين 200 200 200 200. طيب سكر اوكي. طيب بعد ما وصلنا لعند الفواتير بيع الشراء، طبعا هدول بيهمونا بيع وشراء ومردوداتهم، ننتقل لليومية، قيد يومية بسيط، سناب قيد عادي،
سند قيد تحويل، عملات. طيب أنا ممكن إني أنا أسجل عن طريق قيد اليومية ترحيل العملة. طبعا هذا الموضوع إن شاء الله رح ناخده بالمحاضرة القادمة بإذن الله، رح نكمل مع بعض باقي القوائم بالمحاضرة القادمة، المحاضرة الرابعة بإذن الله برنامج الأمان. حتى ذلك الحين رح أترككم بأمان الله وحفظه. الله يعطيكم العافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.